السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله حالتكم نفسية وروحية في تحسن، يكون ديما الامل في القلوب ديالكم وابتسامة اكيد المحيط ديالكم، تكونوا ان شاء الله متشبتي من العلاج ومتأكدين بان الفرج قريب والفرج على الابواب باذن الله. الوغ مرحبا بكم ان شاء الله معايا في هذا الفيديو هذا. بالنسبة للناس اول مرة كيلتحقوا بالقناة، مرحبا بكم في القناة ديال سناء موند، هي القناة ديالنا بيان سور كاملين. الوغ الا كنتو مازال ما شاركتوش في القناة شنو كتسناو باش تشاركوا، وبيان سور ضغطوا على الجرس باش يبقى ان شاء الله يتوصلكم اي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو اللي كنحط. وبيان سور الا كنتو كتشوفوا بان كاين شي انسان في حياتكم ولا في العائله ديالكم ولا في لونطوغاج ديالكم كيدوز بحاله نفسيه، علاش لا ما تبارطاجيوش معاه لاشين، ادالو على الخير بيان سور كفاعلوه. الحمد لله والله العظيم الا كاينين بزاف ديال الناس ما عمرهم داروا معايا فورماسيون، ما عمرني عرفتهم، كيقولوا لي تبعنا جوست لاشين ديالك، تبعنا لي كونسين، تبعنا لي كونساي اللي عطيتينا، كيقولوا لي حتى وصلنا الشفاء تام. دونك هذه واحد الحاجه اللي كتفرحني بزاف بزاف، لان بيان سور ادالو على الخير كفاعلوه. الا كنت غادي يكون غير سبب في الشفاء ولا في تحسن الحاله ديال واحد الانسان، راه الحمد لله هذه الدنيا وما فيها. بالنسبه للناس اللي تيقولوا لي لا فورماسيون دايره بفلوس، راه كاينين الناس ما كيديروش معايا لا فورماسيون وكيبراو كيتبعوا غير لي كونسين ولي كونساي اللي كاينين في يوتيوب وكيبراو. وبيان سور كاينين دوطخ بيرسون اللي عندهم بلوس دو مويان وعندهم الامكانيات، راه كيتبعوا حتى لا فورماسيون وتا هي باذن الله كتعاونهم باش يخرجوا من هذا الابتلاء هذا. بيان سور الشافي هو الله سبحانه وتعالى، ومن بعد الله سبحانه وتعالى نتوما مسؤولين على الشفاء ديالكم. فبيان سور لا 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 انا لا لي كوتش لا لي ثيرابوت لا القنوات هم فقط واحد السبيل اللي كتعرفوا به الطريق ديالكم. الا شقيتوا داك الطريق وخديتوها افيك فولونتي بواحد الاراده قويه وواحد حسن ظن بالله الكبير، راه بيان سور ما غتادي بكم هذا الطريق الا الشفاء التام، والا انكم توصلوا لواحد الحاله نفسيه مستقره، واحد الحاله باذن الله اللي غزاله بزاف بزاف. وثقوا فيا لان ان شاء الله نهار غادي توصلوا الشفاء التام، غتحسوا براسكم كانكم كاع الذنوب ديال حياتكم مسحتوهم وكاع الذنوب ديال حياتكم صفيتوهم، وبحال واحد الورقه جديده وزالي كومونسي ان شاء الله واحد لو شابيتر جديد من حياتكم اللي غيكون ان شابيتر عامر بالحكمه، عامر بالصبر، عامر بحسن الظن بالله، عامر بواحد العلاقه روحيه بربانيه اللي كبيره، اللي بزاف ديال الناس ربما كبر منكم في لاج، كبر منكم في المعرفه، كبر منكم في الاكسبيريونس وما قدروش يوصلوا لهذيك المرحله اللي وصلتوا ليها نتوما. دونك الا كان الفضل غادي يرجع لشي واحد، فهاد الفضل غادي يرجع الله سبحانه وتعالى. وما تنساوش بان الالم كيغير واحد الاشياء جميله وكيغير جوهر الانسان الاحسن والافضل باذن الله. الوغ بالنسبه للناس اللي انتريسي بدوره، مرحبا بكم معايا ان شاء الله، وغادي نخلي لكم النيميرو ديال التليفون هنا وفي لا ديسكريبسيون بوكس الا كنتم بيان سور انتريسي بلا فورماسيون. هاد لا فورماسيون فيها 5 ديال الحصص، شاك سيونس 1h30 دو ثيرابي، دونك يكون فيه العلاج المعرفي السلوكي لو ريجيم اليمونتير. بيان سور على حسب الحاله ديال كل واحد تنخدم دوك لي سيونس، تو ديبون على سيتوياسيون دو شاك دو فو، واش عندك اختلال انيا، واش عندك وسواس قهري، واش عندك اكتئاب حاد. الحاله اللي عندك نتايا هي اللي غادي نتفوكاليزاو عليها وهي اللي غادي نخدم لكم عليها. يعني داكشي علاش دايره هاد لي سيونس بيرسوناليزي، باش شاك بيرسون تخدم معاه سولون لا سيتوياسيون ديالها. باغ اكزومبل كاين اللي كيكون عنده اختلال انيا، كاين اللي ما كيكونش عنده، يعني سا سيغ ريان انني نخدم مع اختلال انيا هو ما عندوش، كاين اللي باغ اكزومبل تلقى عنده وسواس قهري، كاين اللي ما عندوش وسواس قهري عنده جوست نوبات. لا لا دونك هاد لي فورماسيون علاش زوينين، لانك كتخدم مع كل واحد لا ثيرابي اللي خاصه به وداكشي اللي غادي ينفعو هو que personne. Alors, est-ce que بالنسبه لو بري 500 درهم 60 دولار 60 اورو اللي هو صراحه فريمون ان بري تري تري سيمبوليك بار بور لي فور كو جو فورني بار بور المعلومات اللي غادي تاخذوا. الحمد لله الحمد لله كاين واحد الصدى جميل، ولا ماجوريتي الاغلب ديال الناس اللي بداو معايا لا فورماسيون كيعاودوها وكيعاودوها وكيعاودوها قسما بالله. ماشي حيتاش ما براوش، مي حيتاش باغيين ان سويفي باغ اكزومبل، كيبغيو هما مثلا كاين اللي كيكون مريض واحد 3 شهور كيتبع معايا حتى كيوصل الشفاء التام. فوالا كاين اللي كاريمون كيوصل الشفاء التام وتعجبو ديك لا ثيرابي تيبدا يقول لي عافاك عاونيني نقوي شويه الكاركتير ديالي، نزيد نتقوى، نزيد بزاف ديال الامور. دونك الحمد لله كاين واحد الصدى جميل هاد لا فورماسيون هادي. بالنسبه للناس اللي انتريسي كونتاكتيو البنيته غتشرح لكم، يعني كيكون سو فورم دان ابيل فيديو، دوكو كتافيكتو لو بيمون ديالكم كتعطيكم لو بلوتو بوسيبل ان رونديفو معايا. دونك هادشي اللي كاين، ومرحبا بكم ان شاء الله كاملين. وسورتو فاش كتكون واحد الحاله يعني نفسيه مزيره كنحاول نعطي ميم دي فوا العظيم اللي كنعطي رونديفو سوغ لو شون، تقدر ديك الساعه تافيكتو لو بيمون ديالك تمد معاك سوغ لو شون اللي كنعطي بيان سوغ الوقت. دونك نيزيتي با نو كونتاكتي. الا كنتو خايفين متخوفين من هاد لا فورماسيون ديروا صلاه الاستخاره، واخا صراحه حتى لو بري ماشي شي حاجه اللي كبيره يعني اللي غادي تخافوا منها بزاف، وحتى لي سيونس كيدوزوا بواحد الصدى جميل بحال خصكم سناء. دايوغ بالنسبه للناس اللي كيسولوا واش كتخدمي مع الدراري، بيان سور كنخدم حتى مع الدراري بحال الدراري بحال البنات دون ان كادر بروفيسيونيل الحمد لله. ودايوغ كساس بصداقات جميله كساس مع بنيتات ولا مع وليدات زوينين من اطيب خلق الله، تشرفت بكم بزاف، نتوما كتحسوا براسكم عليكم الشرف انكم تعرفتوا عليا وكنت صدى جميل في حياتكم، فانا كنحس بكم عندكم
لكم واحد واحد الامباكت زوين على حياتي بارك الله فيكم ولا يخطيكم. الوغ اليوم بغيت نهضر على الانسان. الانسان نورمالمون مكون من كتله مشاعر وكتله افكار. الافكار كتاثر الانسان على المشاعر. شنو كيوقع الانسان فاش كيدخل في الاكتئاب؟ قبل ما كندخلوا في الاكتئاب افكارنا تلوث. دونك فاش كتلوث هذيك الافكار اللي هي اللي كتبني الكيان ديال الانسان اوتوماتيكمون كتلوث المشاعر ديالو. فاش كتلوث المشاعر ديال الانسان هنا الانسان كله كيولي بيرتوربي، نفسيه متدهوره، نفسيه مرونه، كلشي كيولي مرون. دونك شنو السبب ديال هادشي؟ هو الافكار. يعني الا بغينا نعالجوا هاد الحاله النفسيه خصنا نبداو من الافكار، ما نديوهاش في المشاعر. بحال اش مشاعر؟ مشاعر ديال الخوف، مشاعر ديال الهلع، مشاعر ديال ستريس، ديال التوتر الحاد، مشاعر ديال انك جالس ما عندكش سكينه، ما عندكش واحد 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 ليبانيسمون، تو ني با ايبانوي في الحياه ديالك، يعني كتحس براسك جالس على اعصابك. دونك هادشي سيجو الافكار ديالك، هادشي بسبب الافكار لانها اصبحت ملوثه، ما بقاتش واحد الافكار كي ستابل، ما بقاتش واحد الافكار اللي ثابته، بالعكس واحد ولات واحد الافكار اللي هي متدهوره. دونك شنو الحل هنايا؟ الحل خصنا نعالجوا الافكار، لان يعني الانسان راه الافكار هي اللي كتحكم فيه. راه الا بغينا نغيروا واحد واحد لا سيتواسيون ديال شي انسان، ولا بغينا نغيروا واحد الحياه ديال واحد الانسان، اول حاجه غنبداو بها هي نغيروا الافكار ديالو. بحال مثلا الانسان الفقير افكاره فقيره. بحالاش افكاره فقيره؟ هو دائما ينظر على ان الفقر هو الحليف ديالو، ان الفقر هو بسبب ان عائلته فقيره، والفقر لان لونطوغاج فين كبر فيه فقير. الوغ كو نو، الفقر كيبدا من هنا. يعني الا انت تبنيتي واحد الافكار ديال الغنى، ديال انني غادي نخدم، غادي نولي ميسو الحال، غادي نحمل مسؤوليه نفسي، من بعد غادي نحمل مسؤوليه ربما الاسره ديالي، من هنا كيبدا العمل، كيبدا الاجتهاد من هذه الفكره انك غيرتي اولا تا سوبستيتوي اولا عوضتي الفكره ديال الفقر بواحد الفكره زوينه ديال الغنى. الوغ هنا لا ميم شوز ديال الناس ديال الاكتئاب. الناس ديال الاكتئاب ما حدك انت كتقول بينك وبين نفسك بانني انا ما غاديش نبرى، انا حياتي غادي تبقى بحال هكا، وانت كتبنى هذيك الافكار وانت كتشرب هذيك الافكار. وغير ما حتى فاش غتبدي تبغي تبدا ان بروغرام، ولا تبغي تبدا واحد لا ثيرابي، ولا غتبغي تبدا واحد العلاج، انت اصلا ما عندكش حسن الظن لا بسيدي ربي، وما عندكش ثقه في راسك، وما مامنش بان لا داك لو بروغرام لا اي حاجه غادي ديرها قادره تعالجك. دونك اول حاجه خصنا نبداو بالتغيير، هي نغيروا الافكار ديالنا ونتبناو افكار اللي زوينه. انا عارفه لا ديبرسيون اولا الوسواس القهري اولا الاكتئاب هو كيتغلب علينا في واحد الوقيته، ما راه يفو لو كومبات، راه خاصنا نتغلبوا عليه. مثلا في البروغرام انا عطيكم تكتبوا 50 هدف و25 نعمه. بزاف الناس كيستهتروا وصافي علاش غادي نكتب انا 50 هدف و25 نعمه؟ بهذه الطريقه راه حنا كنغيروا البرمجه العقليه ديال لينكونسيون ديالنا اولا ديال اللاوعي ديالنا. ولا تبدلات هاد البرمجه راه بزاف ديال الحوايج غادي يتبدلوا في لا رياليتي ديالنا. باسكو الانسان شوفوا راه علاش الناس الاغنياء كتلقاهم اغنياء؟ لانهم اصلا متشبعين بالافكار ديال الغنى من الاسره ديالهم. وعلاش الانسان فقير كتلقاه باقي فقير؟ لانه اصلا في الاسره ديالو متبني واحد الافكار فقيره. دابا ما غنهضروش على لا رياليتي، لان دوكو كتبدل الافكار كيتغير الواقع. الا غير فقت واحد الصباح وخا لا سيتواسيون اي لا ميم، وكنت متفائل وحاولت نخدم، حاولت نكون بلو برودكتيف، او موان غادي ندوز هذيك لا جورني ديالي وانا زين وانا ستابل، اللي غتخليني كنقدر نادوبتي او نزيد نجبد واحد الافكار اللي جديده، واحد الافكار اللي ايجابيه. ما الصباح اللي كنفيق انا واليوم كي اليوم كي غدا كي هذا وانا ما راشقاش لي وانا ما والو، غادي نبقى في لا ميم بلاص وما غاديش نافونسي وما غاديش نيفولوي في حتى شي حاجه. الوغ الله يرضي عليكم، بغيتو تبرو من الاكتئاب غيروا الافكار ديالكم. منين كتغير الافكار ديالي كيتغير الواقع، لان راه ما يمكنش الواقع يتغير بدون افكار. هنا الله سبحانه وتعالى عطانا الافكار باش نقدروا نتخيلوا، باش نقدروا نتوهموا اشياء جميله، باش كنقدروا هذيك الاشياء الزوينه اللي تخيلنا نقدروا نحطوها في ارض الواقع. دونك دوكو غادي تبداو تبدلوا الافكار ديالكم، الواقع ديالكم حتى هو اوتوماتيكمون وسبونطانيمون غادي يبدا يتبدل. الوغ اهم حاجه الا بغيتو تبداو تبراو من الوسواس القهري ومن الاكتئاب خصكم تغيروا الافكار ديالكم. وكيفاش غنديروا نغيروا الافكار ديالنا؟ من خلال الحركه، لان الحركه هي اللي كتبدل لنا الافكار ديالنا. دابا انا عندي افكار اكتئاب، افكار وسواس، هذيك الافكار الخايبه اوتوماتيكمون اي فون مي ترونسميتر، اولا غادي تحولي لواحد المشاعر كئيبه، واحد المشاعر سلبيه، واحد المشاعر خايبه. هذيك المشاعر هي اللي غدير لي اكتئاب، هي اللي غدير لي نوبات علاء، هي اللي غدير لي الغما، هي اللي غدير لي واحد تخيب، اللي غدير لي واحد الكره ديال المجتمع، واحد الكره ديال الواقع. الوغ شنو خاصني ندير هنايا؟ هنا باش نبدل الافكار ديالي سورتو فاش كنكونوا في وسواس قهري وفي الاكتئاب، خصنا نديروا بزاف ديال الحويجات باش نبدلوا افكار ديالنا. باردون، اول حاجه لافيرماسيون بوزيتيف، التوكيدات الايجابيه. واحد مره في النهار نجلس انا قويه، انا قادره نجي غير لا سيتواسيون، انا غادي نبرا، انا جو في سورمونتي هاد الحاله النفسيه اللي كندوز منها. عاوتاني كنكتب 50 هدف 25 نعمه، كنقراهم بالليل وكنقراهم بالصباح باش كنغفورمولي اولا كنعاود نبدل البرمجه الدماغيه ديالي. الوغ لان الدماغ فاش كتكون في لحظه اكتئاب كيبدا يفكر غير في لي شوز نيجاتيف، المرض، الانتحار، الوسواس القهري، الاكتئاب كيفكر غير في الاشياء الكئيبه والاشياء السلبيه. الوغ كو فاش كتبدا
يعني فاش كتبدا تقرا دوك الاهداف وهذا بحال كتعطي واحد الشعله امل، واحد الشعله ديال العافيه اللي تو بوست فيغ لافونس، تخليك تتوكل على الله وباغي تحرك وباغي تزيد القدام. الوغ فوالا، حاجه واحده اخرى نقدروا نديروها هي الحركه. فاش كتكون عندنا واحد الافكار سلبيه ما غاديش نقدروا نبدلوها بالجلوس، خاصنا نتحركوا باش كنبدلوا الافكار، لان الموجه ديال الافكار تتغير مع الحركه. قانون كوني خلق الله سبحانه وتعالى في الانسان، كنتحرك افكاري تتغير. علاش تيقول لك الا عطيتيني لو ريتم ديال النهار ديالك غادي نقول لك دي 10 زون دي 5 كون شنو غادي تكون باذن الله؟ علاش؟ لان داك الحركات اللي كدير هما اللي غيخليو سوا دماغك ايفولوي، سوا افكارك كتيفولوي، اولا بالعكس افكارك كترجع باللور، لان ما حدنا حنا جالسين وتنتحركوش وما كنخدموش وحنا الافكار ديالنا اي سو ديتيريور وكترجع للور، وما حدنا حنا كنخدمو كنتحركو حنا الافكار ديالنا اي ايفولوي باسكو سي اون اوفيرتور. C'est une ouverture de l'esprit, pardon. C'est une ouverture de l'esprit, donc l'esprit il devient plus ouvert. Ou on est qu'un tchérko, ou on est qu'un chédmo, l'esprit d'yana qui t'hèl, ou qui zid y'ni ou ça. Ou là où ça, tu fais d'yana, j'ai dit qu'il fait qu'elle est d'chèlète nefkti, et que tu l'es balina s'gira par rapport à l'état d'esprit d'yana qui fait t'hèlète, ou qui fait t'fkète, ou qui fait t'oulète, elle est vaste, ou l'état rayida, ou kibira, ou m'rtaha plus épanoui. Alors, il est brito, l'afkar d'yel comme t'gir, ou l'machia d'yel comme t'gir, comme t'giro, l'haraka. Y'en l'haraka biha gadi t'gir. Alors, j'ai dit qu'il لا ديبريسيون الى مالادي دو لينكتيفيتي، هي واحد المرض ديال عدم الحركه. علاش؟ لان ما حدك انت ما كتحركش وانت لا مالاجي غادي تاكل فيك وغادي تسيطر عليك وغادي تشد فيك اونكور بلوس اي بلوس. الوغ وما حدك بيان سور كتحرك وكتسورمونتي، واخا انت راه فاش غتنوض تحرك اي اتاكي وكلي كريز دانغواس، راه تقدر تجيك حاله نفسيه وتبدا اعزكم الله كيجوك لي نوزي وغتبدا تراد، واخا راه غيزير عليك فريمون الحال بواحد الدرجه كبيره، ولكن راه خاصك تقاوم بالحركه، لان سبحان الله الحركه من اسرار الشفاء من الحالات النفسيه ومن الامراض النفسيه، راه هي الحركه العمل. ولكن عاوتاني ما غاديش، ما يمكنش لينا نبقاو غير نخدموا او بوان كنوليو بحال دي روبو، لا، لان فاش غتبقى تخدم او بوان كتولي بحال ان روبو، هذا شفاء جزئي، وجوكو غادي تعيا وغادي تبغي ترتاح، غادي تلقى كاع الاعراض اللي فيك ناضت. الوغ يعني خصنا نعالجو بهم جوج، خصنا نعالجو بالحركه بيان سور بلو بروغرام سبيريتويل باش كنقدروا نسورمونتيو هذه الحاله اونكور بلوس. الوغ فوالا، بالنسبه للافكار ديالنا هي اللي تتحول مشاعر، وديك المشاعر هي اللي كتالمنا، راه ماشي الفكره اللي كضر الانسان، راه الشعور اللي كنحسو به وحنا كنفكروا بديك الفكره هو اللي كيضرنا. باغ اكزومبل حنا فكره الموت كنعرفوها دوبي توجور وعادي، عارفين راسنا غادي نموتوا ولكن ما كنخافوش. الوغ كو فاش كنمرضوا بالوسواس القهري كتولي كتجيك فكره الموت، لانها كتولد لك شعور خيبي، وهذاك الخوف من الموت والاحساس الخيب من جهه الموت وداك الشيء هي اللي كتخليك مريض بالوسواس ديال الموت. دونك شكون هنا؟ واش الفكره تبدلات؟ لا، الشعور المصاحب الفكره هو اللي كيالم بني ادم. الوغ شنو هنا باش ما يبقاش يتحول لينا الفكره لشعور؟ هنا خصنا نستاغنيو لا سيتوياسيون ونخليو هذيك غير فكره وما نحولوهاش لشعور. الوغ كي غنديروا نخليوها غير فكره وما نحولوهاش لشعور؟ عن طريق عدم الاسترسال مع الفكره الوسواسيه، اولا عن طريق اننا ما نسترسلوش مع هذه الفكره. الفكره ما عمرها غتحول شعور الى ما استرسلتيش معاه. دونك كيفاش انا كيفاش ما غاديش نسترسل معاه؟ دوكو غتجيني الفكره، كنت جالس غادي نوقف، كنت واقف غادي نجلس، كنت نقدر كان عندي لاكسي انني نقدر ندخل نخوي عليا ما بارد، ندخل نخوي عليا ما بارد باسكو الماء بارد فريمون تيخليك بلو برودكتيف، تيخلي الحواس الادراكيه كدير، كيخلي النواقل العصبيه كتحفز وكتبدل كامله. دونك سي واحد الحاجه ميراكولوز انك تنوض، اما دير سبور، اما دير اون مارش، اما تخوي عليك الماء بارد، اما تنوض طيب، اما تنوض تسيق، اما المهم تنوض دير اون اكتيفيتي ما تبقاش جالس. علاش؟ لان فاش غادي تكون عندي انا واحد الفكره وسوسيه وغندخل على واحد الفكره مثلا ديال الطياب ديال السياق ديال الجميع ديال هذا، ما غاديش تقدر تسيطر عليا باسكو انا دخلت واحد الفكره اللي حتى هي مضاربه معاه. مي فاش غادي نبقى جالس والافكار كتزيد وانا جالس ما كنسترسل معاه، اوتوماتيكمون تولي لي اون كريز دونغوس، اوتوماتيكمون غيولي لي واحد المشاعر اللي خايبين بزاف بزاف. علاش؟ لانني انا خليت الوسواس وعطيته المساحه وعطيته الوقت وعطيته الاهميه باش يزيد يديفلوبا ويزيد يامباكتيني ويزيد يزير عليا. دونك هادشي اللي كاين، هذا هو العلاج السلوكي. بغيت نهضر عليه شي شويه باسكو ميمكنش لينا عاوتاني نبقاو نهار كامل هازين كتاب الله، ميمكنش لينا نهار كامل حنا كنذكروا حنا كنسبحوا، لان بيان سور الله سبحانه وتعالى كون بغى مخلوقات بحال هكا كون خلى الملائكه. الوغ كي ربي ميزنا بالعقل، والعقل هو واحد الميزه اللي كبيره، واحد الميزه اللي عظيمه. بيان سور لو كوتي سبيريتويل كنعتمدوا عليه بزاف بزاف في النهار ديالنا، مي اوتوماتيكمون كنهرسوه شويه بلا ميديتاسيون بسبور، بنغسلو بالماء بارد، نطيبو، نتحركو، نمشيو للطبيعة، نديرو دي زاكتيفيتي، نخرجو مع الناس، واخا حنا عارفين بأن الحالة النفسية لا تسمح، ولكن أو ميم طون جو دوا سيغمونتي لا سيتواسيون، خصني نقاوم وخصني نجاهد وخصني نكابر. فوالا، لان حنا في الدنيا هذه حنا في دار ابتلاء، والمؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. وامنوا بان كل لحظه كتعيشوها مسوسين وكتكابر وكتقاوم كل شيء بالاجر ديالو، قسما بالله العلي العظيم الى كل لحظه بالاجر ديالها وكل لحظه بالمتعه ديالها. قاوموا
والله يرضي عليكم جيري ولا سيتواسيون والخير باذن الله كل القدام. الله يشافيكم ان شاء الله ويشافي جميع امه محمد يا سيدي يا ربي. الوغ بارابور هذا هو العلاج السلوكي بيان سور كنديروه اون باراليل افيك العلاج افيك لو كوتي سبيريتوال اولا البروغرام كامل. علاش باش كنخرجوا من هذا المرض هذا مشافين 100% يعني الا اعتمد غير لو كوتي سبيريتوال غيكون ناقصنا العلاج السلوكي اللي هو التجاهل والعمل والحركه ونتعلموا نتجاهلوا الحاله النفسيه ونتعلموا نسورمونطيو. ولا بيان سور اعتمدنا عاوتاني غير على العلاج السلوكي اللي هو التجاهل وهذا غيبقى ديما ناقصنا لو كوتي سبيريتوال اللي هو كيقوي لينا الايمان ديالنا باش ما كنبقاو نخافوا من حتى شي حاجه باش كيولي عندنا واحد لو كاركتير اللي واقف على الصح وماشي ان كاركتير كيو فيونيرابل. الوغ كانت هادي هي لا فيديو ديال اليوم. الا بغيتوا الفكره ما تحولش شعور هرسوا الفكره بالحركه هذا هو لو سوكري. الا بغيتو تصبروا من الوسواس القهري اولا من الاختلال الانيمي اللي كامل كنهرسوا الفكره بالحركه باش هذيك الفكره ما كتحولش لينا الى شعور اللي غيزيد يأزم الحاله وغيزيد يهرس لينا لا روتين ديالنا وغيزيد يأزمنا نفسيا. دونك كانت هادي لا فيديو ديال اليوم. جيسبر بيان ان شاء الله انها تكون عجبتكم وتكون كانت خفيفه على قلوبكم. الا عندكم اي موضوع تبغوني نطرق عليه في فيديوهات افي غران بليزير جو سوي توجور لا. عندكم اي تساؤل خلي ليا في يوتيوب. بالنسبه للناس اللي كيسولوا في انستغرام ولا في واتساب راه ما كنجاوبش الله يسهل عليكم. بالنسبه للناس اللي كيديروا ديزابي الفيديو باش ياخذوا استشاره راه ما كنجاوبش باسكو ما شاء الله كاين 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 واحد الصدى كبير على لو نيميرو دونك جو بو با ريبوندر جو بو با يعني نشخص الحاله ديال واحد في 10 دقائق ولا في ربع ساعه. دونك الا كنتو انتريسي راه كاين جوست لي سيونس هما اللي كاينين هاد الساعه. وبالنسبه للناس اللي ما عندوش لي مويان انتما خليو لي سؤال في يوتيوب راه كنجاوب. بالنسبه لاحظت واحد القضيه في اخر فيديو كنت جاوبت على الاسئله واحد السيد ولا وحده كتبات ليا انا راه كنت حطيت سؤال فيك لوقيته وما جاوبتينيش. لا راه دي فوا انا كنكون جاوبت واحد كنكون صورت لا فيديو واحد دو جوغ قبل ولا 3 جوغ كتكوني انت باقي ما حطيتيش داك السؤال وفوالا. دونك فاش انا كما كنجي انا نحط ديك لا فيديو كتكوني انت حطيتي داك السؤال كيسحب لك ما بغيتش نجاوبك الوغ كو لا سمحوا لي راه دي فوا راكم عارفين ما كيكونش عندي الوقت باش مونطي لا فيديو دغيا ما كيكونش عندي الوقت باش نابلوديها في يوتيوب. دونك كنتعطل شي شويه فكيسحب لكم ان لا فيديو يلاه تصورات وما بغيتش نجاوبكم الوغ كو لا راه والله العظيم الا فاش كنشعل هكا شي فيديو راه كنجاوب على لا ماجوريتي ديال الاسئله كاع اللي بان ليا سؤال راه كنجاوب عليه سانز اكسبسيون. دونك هادشي اللي كاين كان هذا هو الفيديو ديالو. الا كنتو انتريسي بيان سور مرحبا بكم ان شاء الله كاملين وفوالا. دونك نيمو التليفون يكون طالع عليكم هنايا واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.